بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. أيها الإخوة، الله جل وعلا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة وسوق النار لأجل أمر عظيم، وهو توحيده جل وعلا. والمسلم يعمل جاهدا في حياته على أن ينال الحسنى، ولذا يتتبع الأمور التي توصله إلى ذلك. والله عز وجل جعل المسلمين كلهم على عقيدة واحدة، والمسلمون والمسلم هو كل من أسلم وجهه لله عز وجل، سواء كان من الأمم السابقة الذين أسلموا لرسلهم أم من هذه الأمة التي أسلمت للرسل السابقين وأسلمت لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنوح ومن قبله آدم ومن بعده الأنبياء كلهم مسلمون، وهذا الإسلام هو الإسلام بمعناه العام، وهو التوحيد لله جل وعلا والإيمان بالرسول الذي بعث إليه. وأما الإسلام الخاص فهو الإسلام الذي يتضمن شريعة القرآن، وهو الإسلام الذي أرسل الله جل وعلا به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي عليها المسلم، وأعني بها كل مسلم سواء كان من السابقين أم من اللاحقين، هذه العقيدة لا تؤخذ بمحض الآراء والأهواء والعقول، وإنما تؤخذ بالنقل عن الله عز وجل وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا جاء من يذكر عقيدة ليس عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنها عقيدة باطلة، وإذا جاءنا من حرف في عقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنها عقيدة باطلة. والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعوا على توحيد الله جل وعلا في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأجمعوا على الإيمان بملائكته، وأجمعوا على الإيمان برسله، وأجمعوا على الإيمان باليوم الآخر
وأجمعوا على الإيمان بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يختلفوا في شيء من هذا، والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسل الله عز وجل من نبي إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الإله العظيم لم يخلقنا لنعبث، ولم يخلقنا لنضيع أوقاتنا في غير عبادته، ولم يخلقنا لنصرف شيئا من العبادة لغيره، فإن من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، ومن أشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الله عز وجل شرع لنا عبادات لنتعبد الله جل وعلا بها، والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والسجود عبادة، والركوع عبادة، والتوكل عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة، إلى غير ذلك. فكل هذه عبادات لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، وقوموا لله قانتين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون. فالله جل وعلا أمرنا أن نجعل ذلك كله لله عز وجل، فإذا صرف العبد شيئا من ذلك لغير الله لم يقبل الله جل وعلا ذلك العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يتقرب لله جل وعلا بعبادة غيره من ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو استعانة أو دعاء لم يعبد الله عز وجل، وإنما عبد غيره. وإن زعم أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأمور، فالتوسل إلى الله جل وعلا إنما يكون بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويكون بالتوسل بعبادة الله عز وجل. فإن العبادة هي الوسيلة الحقيقية التي توصل العبد إلى الله عز وجل. وأما غير هذا فإن الله جل وعلا أخبر عن المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الذي ذكرت لك هو توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعالك.
بأن تجعل أفعالك، أفعال جوارحك وقول لسانك وأفعال قلبك، تجعلها كلها لله عز وجل، ليس شيء منها للمخلوق. توحد الله جل وعلا في ربوبيته، وذلك بأن تعتقد بأن الله جل وعلا هو رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، ولا يكون في اعتقادك ولا يدر في خلدك أن أحدا من المخلوقين يشارك الله جل وعلا في هذا الأمر. فالله جل وعلا هو المتفرد بهذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول الله جل وعلا في السورة التي تتلوها في كل ركعة من ركعات الصلاة: مالك يوم الدين. فالله جل وعلا مالك يوم الدين ومالك الدنيا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يجوز للعبد أن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يستطيع أن يضره أو ينفعه بدون إذن الله عز وجل. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا ما ذكر من السحر قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة وإن فعلوا ما فعلوا فإنهم لا يستطيعون أن يجروا سحرهم إلا بإذن الله الكوني القدري، وهم في ذلك ملعونون كافرون خارجون عن الإسلام. فإذا فعلوا هذا السحر فإنهم أرادوا بذلك الإشراك مع الله جل وعلا في ربوبيته، والإشراك مع الله جل وعلا في إلهيته. ولذلك كما قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن اعتقد بأن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب فإنه بذلك قد ضل ضلالا مبينا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب. قد يطلع الله جل وعلا بعض رسله عليهم الصلاة والسلام على شيء من ذلك، ولكنه يخبرهم هو، لا أنهم يعلمون الغيب من تلقاء أنفسهم. ولا أعلم الغيب كما يقوله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، وقاله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، فكيف بغيرهم؟ توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهو أن تعتقد بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى حد قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس لأحد أن يعتقد بأن الله جل وعلا له من المخلوقين ما يضاهيه في أسمائه وصفاته، فإن الله جل وعلا منزه عن ذلك، والمخلوق عاجز حقير لا يستطيع شيئا من ذلك، ولم يجعله الله جل وعلا متصفا بذلك، وإنما هذا لله عز وجل
فاعتقد بأن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، واعتقد بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، واعتقد بأنك لن تستطيع معرفة كنه صفات الله جل وعلا مهما طال بك الزمن ومهما استغرقت في التفكير، فإنك لن تصل إلى كيفية صفات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت لا تستطيع كيفية صفات الله فلا تتعب نفسك في البحث عنها فتقع في الإثم، ثم إنك تتعبها في غير طائل. فهذا هو توحيد الله عز وجل. فالإنسان يعتقد هذه الأمور ويؤمن بالله جل وعلا، ويكون بذلك قد حقق الإيمان الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. إذا استيقن هذا وعلم أن هذا هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آمن بملائكة الله عز وجل، واعتقد بأن لله جل وعلا ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة مخلوقون موجودون مربوبون، ليس لهم من صفات الله عز وجل أي شيء، وليس لهم من علم الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعتقد أن منهم رسلا. فالله جل وعلا يرسل من الملائكة رسلا فيصطفي منهم رسلا، الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، فالله عز وجل يصطفي هؤلاء الرسل لإبلاغ رسالته إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الملائكة مع ما وصفهم الله جل وعلا به من القوة والعظمة، إلا أنهم يخضعون لله عز وجل خضوعا عظيما، ويسجدون لله جل وعلا ويسبحون له الليل والنهار لا يفترون، لأنهم خلق من خلقه ودليل عظمته تبارك وتعالى. ويؤمن بالرسل الذين يرسلهم الله عز وجل. فهؤلاء الرسل نوعان مذكوران في القرآن، نوع ذكر لنا اسمه، فهؤلاء يجب اعتقاد أنهم رسل بأسمائهم، وآخرون ذكرهم الله جل وعلا على الإجمال، فليس للعبد أن يبحث عنهم، والله تعالى لم يخبرنا عنهم، وإنما يجب عليه أن يؤمن بهم إجمالا، وعليه أن يعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة للرسالات كلها، وأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وإنما هو الخاتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فالله عز وجل نسخ الشرائع السابقة بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن يحب الأنبياء والمرسلين، ويتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، ويتقرب إلى الله جل وعلا بتصديق أخبارهم إذا بلغته الأخبار صحيحة، ولكنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادتهم أو إعطائهم منزلة فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أوصافه على الإطلاق أنه عبد لله عز وجل، ولذلك ذكر الله تعالى هذه الصفة في أشرف المواضع: فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالله جل وعلا لما ذكره هنا في هذه المواضع الشريفة ذكره بصفة العبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب،
من عبده فقد خرج من الملة، ومن كذبه فقد خرج من الملة. ونحن نشهد الله عز وجل في هذا المقام على حبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى شهادتنا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة، وأنه جاهد في الله حق جهاده. نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة رؤوف رحيم بكم، وصفه الله جل وعلا في كتابه بذلك: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم عليكم أنه وصاكم وهو يجود بنفسه تلك الوصايا العظيمة، فكان مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه: لا تتخذوا قبري عيدا. لعنة الله وعلى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مما وصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف يستطيع العبد أن يترك صلاة وصاه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو يمرض مرض الموت. ففي حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا لي في المخضب ماء، فوضعنا له ماء في المخضب فقعد فيه ثم اغتسل، فأراد أن ينوء تعني يقوم، فذهب ينوء فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء في المخضب فقعد فيه، فذهب لينوء يعني ليقوم للصلاة فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء فأغمي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فيه ثم إنه أراد أن يقوم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بالناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فقام بين رجلين وهما العباس بن عبد المطلب عمه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، في وذلك في صلاة الظهر، وكان يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لم ينس هذا الركن العظيم وهو الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي قبض الله فيه روحه كشف الستر في صلاة الفجر، فرأى الناس يصلون فتبسم، وذلك فرحا بما رأى عليه المسلمون من الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وصايا عظيمة، وذلك لرحمته بنا، فحق على كل أحد أن يعرف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وأن يتمسك بسنته، وأن يكثر من الصلاة عليه، وأن يبحث عما أمر به صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، فإنه لم يأمرنا إلا بخير، ولم ينهنا إلا بشر. فاللهم اجز عنا نبيك صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واللهم احشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، وأسقنا من حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك بأن تعتقد بأن الله جل وعلا علم الأشياء وكتبها، وأنه شاءها وخلقها، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله جل وعلا كتب ذلك في لوح عنده، وأنه جفت الأقلام بذلك، وأنه طويت الصحف، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ومن الإيمان ومن أركانه أن تؤمن باليوم الآخر وما يتبعه وما يسبقه، وأن تعتقد بأن الله جل وعلا يفتن الناس في قبورهم، وأن الله جل وعلا سائلك عن أمور ثلاثة إذا وضعت في قبرك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأعد لهذه الأسئلة جوابا، فإن من كان ضالا عنها في هذه الحياة الدنيا قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألته الملائكة قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه قلدهم دون أن يكون عنده اتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن بهذه الأمور فإنه إذا قيل له من ربك قال ربي الله، وإذا قيل له ما دينك قال دين الإسلام، وإذا قيل له من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تؤمن بأن في القبر نعيما وعذابا، تؤمن بأن الله جل وعلا يرسل عليك من يسألك في قبرك، تؤمن بأشراط الساعة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالبعث وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، تؤمن بأن الله جل وعلا أخبرنا بالصراط والميزان والحوض والحساب والنشر والحشر، وتؤمن بالجنة والنار. من لم يؤمن بهذا فلم يكن من المؤمنين، ولم يكن محققا للإيمان الذي أمر الله جل وعلا به. فآمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره. كتب الله جل وعلا أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وكل من أنزل عليه من كتاب فإنه قد بلغ هذا الكتاب، آمن به من آمن وكفر به من كفر، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا كتب الله كما أمرهم جل وعلا، وأدوا بذلك الرسالة، ونصحوا لأممهم حتى وإن لم يؤمن بهم أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي النبي يوم القيامة
ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، حتى وإن لم يكن معه أحد فإنه قد بلغ الرسالة والهداية من الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحواري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحبهم في الله ونواليهم ونبغض من يبغضهم، نحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحفظ وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ عهده في كتاب الله وفي عترته صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبة آل بيته، ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما شجر بينهم، فأمرهم لله وحقهم علينا أن نحبهم وأن نترضى عليهم وأن ندعو لهم وأن ندعو الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولاة أمور المسلمين. هؤلاء أمر الله جل وعلا بطاعتهم وليس لأحد الخيار في ذلك. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أطع ولاة أمرك وإياك والخروج عليهم، سواء كان ذلك باللسان أو بالسيف والسنان، فإنه ما خرج أحد على ولاة أمرهم إلا خذلهم الله جل وعلا، لأنهم خذلوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن طاعة ولاة الأمور في هذا الحج أن العبد يتبع الإرشادات التي أمر بها ولاة الأمر ووضعوها، وألا يقاتل على أمور ليس له فيها ليس له أن يفعلها، كقتاله إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله. فإن من الناس من يكون مجموعات ثم يأتي بهجوم لا ينظر فيه إلى إخوانه المسلمين ولا ينظر إلى ضعفهم، وهذا نوع مقاتلة للمسلمين، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك. وكذلك إذا أراد أن يرمي وإذا أراد أن يمشي في فجاج مكة وفجاج المشاعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يسير يقول: السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. فالإنسان لا يسرع هذا الإسراع الذي يضر به ويضر بالمسلمين. وإذا وجه إلى أمر من قبل ولاة الأمر ومن قبل الجهات المختصة فإنه إذا عمل به فقد فاز فوزا عظيما في هذه الأماكن، لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة التي أمر الله جل وعلا بها، وليس أمر بها البشر، وإنما الذي أمر بذلك هو الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، دعاء الله جل وعلا من العبادة التي يشرع للعبد أن يكثرها في الحج. فالله جل وعلا أثنى على الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر من هذا الدعاء واجعله ديدنك، وأكثر من ذكر الله عز وجل، وأكثر من التكبير، وأكثر من التلبية في مواضعها. فإنك لم تأتي من بلادك ولم تأتي من كل فج عميق إلا لتتقرب إلى الله. دع عنك ما يشغلك، دع عنك ما يكون سببا لإلهائك عن هذه العبادة العظيمة التي صرفت فيها مالك وتركت فيها أهلك وجئت ترجو الله واليوم الآخر. دع
ما يكون سبباً لإشغالك عن ذلك من الرفث والفسوق والجدال في الحج، ومن الاشتغال بتصوير الناس، ومن الاشتغال بالكلام فيما لا ينفعك. كلما أردت أن تتكلم بكلمة تذكر أنك في هذه الموضع أحوج ما تكون إليه في اليوم الآخر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص لله في قوله وفعله، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع والدينا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خدمة لحجاج بيته الحرام، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم، وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.